حتى أعظم حيتان البحر ليس لديها أي قوة في الصحراء. قد يكون الناس مخلوقين للسير على طريق العمل، ولكنهم قد لا يكونون مخلوقين لفهم هذا العمل. عدم الرجوع عن الخطأ هو خطأ أكبر. العقل كالمعدة، المهم ما تهضمه لا ما تبتلعه. لست حزيناً لأن الناس لا تعرفني، ولكنني حزين لأني لا أعرفهم. الصمت هو الصديق الوحيد الذي لن يخونك أبداً. من يتكلم دون تواضع سيجد صعوبة في جعل كلماته مسموعة. على الإنسان أن يفعل ما يعظ الناس به، كما أن عليه أيضاً أن يعظ الناس بما يفعله. من يرى الصواب ولا يفعله فهو جبان. ليست العظمة في أن لا تسقط أبداً، العظمة أن تنهض كلما سقط. التعلم من دون تفكير جهد ضائع، والتفكير من دون تعلم أمر خطير. لا تتردد أبداً أن تسأل من هو دونك. إننا لم نعرف شيئاً حتى الآن عن الحياة، فكيف نعرف عن الموت؟ حيثما تذهب، فاذهب بكل قلبك. المتكبر والبخيل مهما تكن مزاياهما، لا يستحقان الاهتمام. الرجل النبيل معتدل في أقواله، لكنه يتخطى ذلك في أعماله. للسعادة رافدان أزليان، البساطة والطيبة. تعرف الشجرة من ثمارها. كي تصبح حكيماً هناك ثلاثة طرق: التفكير وهي أنبل الطرق، والثانية بالتقليد وهي أسهل الطرق، والثالثة بالتجربة وهي أكثر الطرق مذاقاً. لا يهم مدى بطئك طالما أنك لا تتوقف. يتماثل الناس أجمعين في طبيعتهم، لكنهم يختلفون في العادات التي يكتسبونها. الرجل النبيل متواضع في كلامه ولكنه جريء في أفعاله، ورجل الوضيع كلامه جريء وأفعاله متواضعة. اختر وظيفة تحبها ولن تضطر إلى العمل يوما واحدا طيلة حياتك. أخلاق الإنسان فيها مقياس الإنسان. لا يمكن للمرء أن يحصل على المعرفة إلا بعد أن يتعلم كيف يفكر. الإنسان الذي لا يصلح خطأه يرتكب خطأً جديداً. لا أبغي صديقاً يبتسم حين ابتسم ويبكي حين أبكي، لأن ظلاً في الغابة يستطيع أن يفعل أحسن من ذلك. إن ما يسعى إليه الإنسان السامي يكمن في ذاته هو. أما الدنيء فيسعى لما لدى الآخرين. الإنسان الذي يحرك الجبال يبدأ أولاً بحمل الحجارة الصغيرة بعيداً. لا يهم مدى السرعة التي تتجه بها نحو هدفك، المهم هو أن لا تتوقف. عندما يبدو لك تحقيق الهدف محالاً، لا تغيره بل غير طريقة عملك لتحقيقه. الثبات والتحمل والبساطة والتواضع أقرب إلى الفضيلة. كنت أحسد من له حذاء إلى أن رأيت رجلاً بلا قدمين. يجب على المرء شكر الله على نعمه والرضا والقناعة بما لديه، فهو حلم كثير من الناس. شعورك بالظلم لا شيء، لأنه ليس أكثر من ذاكرة تعود بك إلى ما حدث لك مسبقاً. مهما بلغت درجة انشغالك، فلا بد أن تجد وقتاً للقراءة. وإن لم تفعل، فقد وهبت نفسك للجهل بمحض إرادتك. من يعرف ومع ذلك يعتقد أنه لا يعرف، يكون على جانب كبير من الحكمة، ومن لا يعرف ويعتقد أنه يعرف يكون مريضاً. الثروات تزين المنازل، والفضيلة تزين الإنسان. أذى النار والماء واللصوص يقتصر على الجسد فقط،
أما أذى المبادئ الفاسدة فيتعدى إلى الفكر. من أراد الخير لغيره ضمن الخير لنفسه. لا تتراجع عن الحق حتى ولو كنت تواجه أستاذك. لا تفرض على الآخرين ما لا تفرضه على نفسك. الحكمة هي أن تميز بين ما تعرفه وما تجهله. لا تقلق من عدم وجود الوظيفة بل من عدم وجود القدرة. عدم تصحيح الخطأ هو خطأ حقيقي. علينا مواجهة الإساءة بالسماح والإحسان. إذا كان تصرف الحاكم سليماً أطاعه عامة الشعب من دون أن يصدر إليهم الأوامر. لا بد للرجل المتفوق من أن يكون بطيئاً في كلامه جداً في تصرفاته. الحرفي يحضر ودواته قبل أن يبدأ عمله. الحكومة هي كل ما هو عادل ومستقيم، فإن حكمت بعدل واستقامة فمن يجرؤ على ألا يكون عادلا ومستقيما؟ لا تتشاور مع من يحملون وجهات نظر سياسية مختلفة. نستطيع خطف قائد من بين قواده ولكننا لا نستطيع انتزاع إرادة من إنسان. لا تدلل من تحب. قليل الأقوال سريع الأفعال. أن يرى المرء الحق ولا يعمل به فهو الجبن بعينه. لو قال كل إنسان ما يفكر فيه بصدق فإن الحوار بين البشر يصبح قصيرا جدا. كل الأشياء الناجحة سببها إعداد ناجح، فبدون الإعداد الناجح لا غرابة من حدوث الفشل. سلح عقلك بالعلم خير من أن تزين جسدك بالجواهر. توجد في طريق العظمة 5 موانع: الكسل، حب النساء، انحراف الصحة، الاشتياق إلى الخطايا، والإعجاب بالنفس. ليس من أغراك بالعسل حبيبا بل من نصحك بالصدق عزيزا. هنالك 3 أشياء يجب على الرجل الرفيع الاحتراس منها عند الصغر: الرغبة، وعند القوة الشجار، وعند الكبر الاشتهاء لما يملكه الغير. إذا كان الشخص لا يعرف ما هو بعيد سيجد الحزن في متناول يده. إن تجاوز الهدف مثل عدم بلوغه. قبل أن تبدأ في رحلة انتقام احفر قبرين أولا. إذا كان هناك قارب من 3 أشخاص فمن المؤكد أن واحدا منهم جديرا بأن يكون أستاذا لي حتى استفيد من مزاياه وأتنزه من خطاياه.